شكرا على الاستضافة. فيما يخص السؤال ديال الفريق الوطني، فكما جميع المغاربة القلوب ديالنا مع الفريق الوطني إن شاء الله في لاكان 2019 في مصر. من طبيعة الحال المجموعة اللي طحنا فيها هي مجموعة صعبة، ولكن بالنسبة للمغاربة لا شيء مستحيل. فالمقابلة الأولى ضد ناميبيا غتكون القفل، فتنظن أن الفريق الوطني ماشي تنظن أنا متيقن عنده المؤهلات باش يتأهل للدور الثاني ولما يمشي أبعد نقطة في كأس إفريقيا. وتبقى المقابلة الأولى مقابلة مهمة باش ما يبقاش عندنا السيناريو ديال كأس العالم ديال إيران، فلا انتصرنا بها وتنظن غتحل لنا الأبواب للتأهيل إن شاء الله في الدور الثاني.